أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم تتابعون هذه الانطلاقات المسائية من هنا من ميدان السوان وعبر أيضا المهرجان الختامي 24 الذي يحمل التحديات الكبيرة ويحمل التحديات المثيرة مع شعارات هناك أبناء القبائل أبناء مجلس التعاون الخليجي التي تحضر دائما في هذا المهرجان. مباشرة نسير مع انطلاقة شوطنا 14 الذي يحمل فئة الجعدان لسن الحجايج من مسافة 4 كيلومترات. رحلة وانطلاقة هذا الشوط، نتمنى التوفيق والنجاح لكل المشاركين. مباشرة نتابع المركز الأول ونتابع الصدارة ومقدمة هذا الشوط. المركز الأول شاهين ناصر بن قريع بالعامري من يتقدم على المركز الأول ويقدم هناك ويقدم مشاهدين الأعزاء شاهين على المركز الأول، بينما المركز الثاني عطنا المخرج المركز الثاني وهناك المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الأعزاء يتقدم شايم لمحمد بن مبارك بن مخيت المنصوري، بينما المركز الثالث وصول وتقدم وانطلاق في هذه اللحظات مع قاطع لشعفوري بن مسلم بالزفنة هناك العامري يتقدم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل هنا شاهين سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي يتقدم على المركز الرابع. الدور المركز الخامس وهنا الوصول مع شايم لعبد الله بن راشد بن خليفة الأغفلي، بينما المركز الخامس المختبر لطرشوم بن حمد العامري. المركز السادس الدور الشميمي بخيت بن محمد بن حمودي الاكتبي قادم على المركز السادس، بينما المركز السابع المشير عتيج بن علي بن راشد بالقوم وصلوا هل المدام في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع والتسلل مع المركز الثامن ياتي مع شاهين عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري. المركز التاسع من الجانب الايمن يصل الذيب لمحمد بن راشد بن محمد بن قصيد، بينما المركز العاشر معذب سهيل بن راشد بن نايع الأغفلي. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء عبر قناة ياس الناقلة مباشرة من هنا من ميدان السوان بانطلاقة المهرجان الختامي الكبير 24. نعود مع الصدارة، نعود إلى المركز الأول ونتابع شايم وللفوز هايم الله يا شايم لمحمد بن مبارك بن بخيت المنصور. يلا يا المنصوري أنت في دائرة النصر، المركز الثاني قاطع مع المركز الثاني لشعفوري بن مسلم بالزفنة العامري، والمركز الثالث الله يا المختبر طرشوم بن حمد بن محمد العامري، بينما المركز الرابع أشوف الشميمي وصل بخيت بن محمد بن حمودي الاكتبي قادم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصول مع النشمي أحمد بن سعيد بالمر السبوسي ما يبنى له طاري إلا في هذه اللحظات، والقادم غيات لمحمد بن سالم بن مكتوم الينيبي. نكتفي بالخمسة المراكز الأولى المتقدمة لنبدأ العد التنازلي من عمر هذا الشوط. بدأنا هنا ندخل منطقة الأعلام أعلام دولة الإمارات. يا سلام الناموس حاير. الكيلو الأخير 800 متر قاطع مع الصدارة شعفوري بن مسلم بالزفنة العامري. راح يا العامري يا بالزفنة رافقتك السلامة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أشوف المختبر ونحن في شوط الاختبار في شوط الامتحان طرشوم بن حمد العامري، ولكن يبو غياد وصل لمحمد بن سالم بن مكتوم الينيبي، وشاهين عامر بن علي بن حمد المحاربي وصل في هذه اللحظات، ولكن وين الصدارة؟ وين المركز الأول؟ روح عند المركز الأول يا سلام
يا سلام، هذا هو الأداء، هذا هو التحدي، هذا اللي هو التحدي ولا بلا. تهانينا تهانينا لمالك قاطع شعفوري بن مسلم بالزفنة الإحضاري. تسلم يمينك تسلم يمينك يا بن مسلم، أشكرك على هذا الأداء المميز والجميل. تهانينا ونموت لمالك قاطع شعفوري بن مسلم بالزفنة العامري. تهانينا ونموت. المركز الثاني شاهين عامر بن علي بن حمد المحاربي، بينما المركز الثالث وصل غياث لمحمد بن سالم المكتوم النبي، والمركز الرابع المختبر طرشوم بن حمد بن محمد العامري، بينما المركز الخامس وصل النشمي لأحمد بن سعيد بن مر السبوسي. هكذا مشاهدين الأعزاء كانت النتيجة. قاطع قاطع هو من انتصر بهذا الشوط. تهانينا ونموت لشعفوري بن مسلم بالزفنة العامري على هذا الأداء المميز والجميل. أسعد الله مساءك على هذا الأداء الرائع اللي قدمه قاطع بالمركز الأول في هذا التحدي الرائع مع هذه الانطلاقات المميزة. تهانينا لكل الفائزين، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين بالأشواط القادمة. يا الدواء الكرم ما شود في يده، هو يشتريه لا بعد سمه، والشكر لا سعود بعد تعجز اقلامي عن كرمه. ليه